هل من خطة لابتزاز الناس عبر ما يجري على صعيد صرف الليرة والدولار والتحاويل؟ هل هناك أزمة ثقة؟ بين الشائعات والمخاوف، ما هي حقيقة الأمور؟ مارسيل غانم يكشف بالتفاصيل الحقائق حول الملفات المالية والاقتصادية، ويتطرق إلى أزمة الفيول والصرافين ومطالب العاملين في القطاع. ضيوف الحلقة: النائب أولى نحاس، رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، والخبير المالي والاقتصادي فريدي باز. صار الوقت في حلقة خاصة مع المسؤولين والمعنيين والخبراء، وقراءة للمرحلة مع جورج غانم، هذا الخميس 9:30 مباشرة على شاشة الـ MTV.